قبل ما نبدا ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب وتشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد اخبار المغرب. في حادثه سير خطيره وقعت بين دراكي تابع لكوكبه الدراجين بمدينه الحجب، دراكي اصطدمت الدراجه ديالو مع دراجه اخرى كانوا راكبين فيها جوج ديال الناس وتم النقل ديالهم على وجه السرعه لقسم المستعجلات. وحسب مصادر محليه فالحادث وقع في اللحظه ديال مغادره الدراكي لاحدى محطات التزود بالوقود، واصطدمت به دراجه ناريه كانوا راكبين عليها جوج ديال الناس. الدراجه ديال الدراكي بقات كتدحرج حتى اصطدمت بشجره، الشيء اللي تسبب في الوفاه ديالو بمكان الحادث. والاشخاص الاخرين تصابوا بجروح توصفات بالبالغه وتم النقل ديالهم على وجه السرعه للمستعجلات بمستشفى الامير مولاي الحسن الاقليمي بالحجب، وفي نفس الوقت تم نقل جثه الدراكي لمستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي. ان لله وانا اليه راجعون، الله يصبر عائلته والام ديالو. السلطات فتحت تحقيق بخصوص هذا الحادث من اجل الوقوف على الملابسات ديالو. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه، وعلاش لا ما تبارطاجيوش حتى هذا الخبر مع اصحابكم.